نطالب نحن كثوار ساحة الحبوبة وثوار تشرين بتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير مادة الطحين والرز والسكر، وكذلك إعفاء التجار والوكلاء الذين يستوردون هذه المادة من الجمرك وكذلك من الضرائب، وعليه أن يدعموا الفلاح العراقي وأن يشتروا منه مادة الحنطة بسعر يتناسب مع أتعابهم ومع جهودهم التي يزرعون بها. وعليه ومن هنا ومن منبر ون نيوز نطالب كذلك بتخفيض سعر الدولار وبأسرع وقت ممكن دعما للطبقة الفقيرة. خرجنا هذا اليوم أمام ديوان محافظة ذيقار من أجل الغلاء الفاحش، حيث ارتفعت الأسعار وأصبح كيس الطحين 45,000 وبطل الزيت 3¼ وكيل الشكر 1,500، فعليه نحمل وزير التجارة والمحافظ حصرا لمعادلة هذه الحرب، حيث أصبح الفقير لا يتمكن من شراء المواد الأساسية القابلة للحياة. عندنا ناس فقراء، ناس معدمة، هذا شلون يقدر يشتري له قونية ب 41,000؟ لا تعيين لا راتب لا شيء، بطل زيت ب 3,000. هاي جانب. جانب آخر، الحكومة المركزية ما مهتمة بالشعب، لا حكومة مركزية ولا وزارات، يعني المياه بدأت تجف بكل الأنهر، هاي هم ما متطرقين لها والحكومة مو على بالها. لذلك نطالب الحكومة المركزية وحكومة ذيقار المحلية بتحديد أسعار المواد الغذائية بالنسبة للطحين والمواد الغذائية بالنسبة لزيت الطعام. Thank you.